او بيخدر. حاسس بايه لما بقفل بقي كده؟ بحس بمكان الحقنه تخين كده وارم. دكتوره مهجن، ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ انا هوريكي تجربتي اللي عدت عليا مع السوسه الشريره المرعبه اللي كانت بتخلي الام دايم في ضرسي. طبعا السوسه دي حاجه شريره بتيجي في البق. طبعا عاملين ايه؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تشوفوا ازاي انا كافحت السوسه الشريره دي. والسوسه بتيجي منين؟ طبعا اكيد بتيجي بسبب عدم غسل البق وبواقي الطعام اللي بيكون في الدروس. طبعا السوسه بتقعد تتغذى عليها بعد ما احنا ما بننام. وكمان اكل الحلويات الكتير، حلويات الكتير السوسه دايما بتقعد تتغذى عليها، والضرس بيكون مليان بالحلويات دي. السوسه بقى بتخش فيه وبتقعد تاكل فيها وبتاكل في الضرس كمان. طبعا يحصل الام كبير جدا، والسوسه دي حاجه شريره. طبعا السوسه دي نقاومها ازاي؟ لازم ان احنا نغسل سناننا كويس اول ما نصحى من النوم وقبل ما ننام، وان احنا ما يكونش فيه بواقي اكل خالص 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 في بقنا. طبعا دلوقتي الدكتوره بعد ما خدرت لي بقي بالبنج، طبعا دلوقتي هتعمل لي بالجهاز السحر اللي معاها الغريب ده في ضرسي عشان تشيل السوسه السحريه الشريره دي. طبعا نقاومها ازاي؟ ان احنا نغسل بقنا الصبح وبالليل. وتاني حاجه ان احنا ما ناكلش حلويات كتير، نقل من الحلويات، ما نسيبش اي بواقي اكل في بقنا. طبعا والاكلات اللي بتقوي السنان طبعا ايه هي معانا؟ اول حاجه البيض، الحاجات اللي فيها الكالسيوم دايما البيض، ومثلا ايه تاني؟ اللبن والالبان وجميع الحاجات اللي بيكون فيها كالسيوم وفيتامين عشان السنان دايما تكون قويه وبيضه ونضيفه وما فيهاش اي سوس. وبرده نمنع اكل الحلويات. طبعا ازاي انا السوسه جات لي وايه القصه اللي حصلت معايا؟ طبعا انا كنتش بغسل سناني خالص، وكنت باكل حلويات كتير جدا، كنت بحبها جدا، وكنتش باكل حاجه غيرها يعني دايما. كنت بحب الحلويات والمصاصات، وطبعا دوت بيضر السنان بسبب السوسه. فانا بدات احس بالام في ضرسي، وبعدين جت لي السوسه الكبيره قوي دي، ورحت على مستشفى السعاد كفافي. طبعا الدكتوره اهي بتعمل لي، بتشيل السوسه بالبتاع اللي في ايدها ده اللي عامل زي الملقاط. طبعا هي اهو شيل السوسه. طبعا انا كنت حاسس بالام فظيع. بس هو البنج عمل مفعول حلو، وكمان خلاني ما احسش خالص. طبعا هي بتشيل لي اهو السوسه زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت مبسوط لان اخيرا السوسه هتتشال من بقي. طبعا احنا لازم ما ناكلش اي حلويات بكثره، وكمان لازم نحافظ على اسناننا وعلى ضروسنا، ونحافظ عليها بشكل حلو ومنظم، ونغسل سناننا اول ما نصحى من النوم وقبل ما ننام عشان السوسه ما تقعدش تاكل في ضروسنا وتسبب تسوس الفظيع ده. طبعا مهم جدا جدا الكالسيوم عشان سناننا تكون قوية وبيضة ونظيفة، الكالسيوم البيض واللبن وكل الحاجات دي كلها، كل الحاجات اللي فيها كالسيوم وفيتامين عشان الضروس تكون قوية وما فيهاش أي حاجة، تكون نظيفة كده وبيضة. وطبعا الحلويات بتدمر السنان خالص، بتدمرها بسبب السوس. السوس بيفضل ياكل فيها وبعدين بيخش على العضم بتاع الضروس ياكل فيها لحد ما يوصل للثه، وده لما بيوصل للثه يا جماعه
يا أصدقائي يعني بيعمل خراج قوي. لما أول ما السوس بياكل الدرس وبيخش على اللسة بتعمل خراج بيكون وجع رهيب جدا بسبب الخراج ده، عشان بيخش على اللسة ويحصل خراج بسبب السوس الوحش الشرير ده. طبعا الدكتورة بتدخل المراية الصغيرة دي عشان تشوف هي هتشيل من انه درس بالظبط. طبعا كان درس واحد بس، والحمد لله هتنضفهولي وهيتحشي. وطبعا هي اهو بتشيل السوس، كمان بتبص في المراية الصغيرة دي عشان تشوف بتشيل منين. الصراحة بس انا شفت معاناة كتيرة في الدرس ده، الدروس بتوجع، اكتر حاجة بتوجع الدروس دي، مؤلمة بطريقة وحشة يعني. طبعا ما ينفعش نغسلش سناننا خالص، لان احنا لو ما غسلناهاش تكون وسخة والسوس هيتجمع بسبب الوسخان ده، واسناننا برضه هتسوس لو عملنا. طبعا لازم نحافظ على سناننا وعلى دروسنا، ولازم نشوف فيها اي بوايا اكل ونغسلها باستمرار كل يوم، مرة الصبح اول ما نصحى ومرة بالليل قبل ما ننام، عشان دروسنا تفضل نضيفة، عشان ما نضطرش نروح المستشفى كده زي ما حصل لي. دروسي كانت مسوسة خالص. طبعا هنعدي على اي مراحل مؤلمة. طبعا السوس اللي كان عندي ده طلع عضو وصل للثدي كمان، عمل خراج عندي. طبعا الوجع ما كانش يعني، الوجع كان خراج، كان وجع وحش جدا جدا جدا. طبعا السوسة هي معاها، هي بتشيلها، هي صفرة، وفي سوس برضه بتطلعه اهو. زي ما انتوا شايفين كده هي بتشيل السوسة، طبعا السوس كان كتير جدا، كان درسي بايظ خالص 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 خالص. اهو الجهاز يا جماعة، بصوا الجهاز ده بقى بتدخله في بقك، كانت بتضرب بيه ضرسي عشان تفتح، عشان تخش للخراج، كانت بتفتح بيه ضرس عشان تخش للخراج نفسه جوه جوه عند اللسة. على الجهاز ده لما كان بيعمل كنت بشم ريحة شياطين بيلف السنور عامل زي الشنيور، كان مرعب. ساعتها بقى حسيت بآلام فظيع، بمخدر من غير مخدر، كان الألم فظيع 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 جدا، مش مستحمل خالص لأنها دخلت للخراج نفسه. طبعا كان مشكلة. هي بتعمل لي بيه واخيرا هتخش على الجزئية التانية انتوا شايفين كده، اللي هي ان هي دخلت زي خرطوم هوا كده عند بقي في درسي، دخلت زي خرطوم هوا كده بجهاز في درسي. ومع السلامة، هتوحشونا، نشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.